حديقة حيوان الجيزة، حديقة عريقة طبعا مؤسسة للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وتعتبر هي تاني حديقة من حيث الإنشاء في العالم، يعني تقريبا مواكبة لإنشاء حديقة الحيوان بلندن. فالحديقة تعتبر يعني تاريخ كبير لمصر، وشاهدة على إن إحنا يعني قبل الناس ما تعرف حدائق الحيوان كان إحنا عندنا حدائق حيوان، وكان عندنا رفقة بالحيوان، وعندنا إكثار للحيوانات، و يعني ترفيه بشكل مختلف لجمهورنا المصري. الحديقة طبعا بداية نشأتها أو تم افتتاحها سنة 1891. الأرض بتاعتها والغطاء الشجري المتميز ده كانت قصور ملكية أصلا. والحقيقة جت فكرة إنشاء الحديقة أيام الخديوي إسماعيل. الحديقة بتحتوي على أماكن أثرية كتير جدا، يعني الأماكن الأثرية اللي موجودة في الحديقة بتسبق إنشاء الحديقة، لأن زي ما قلت هي كانت قصور ملكية أصلا، ففي أماكن هنا بتسبق إنشاء الحديقة. طبعا أهم ما يميز هذا المكان مجموعة من الجبليات الهامة جدا، زي الجبلية الملكية، جبلية الشمعدان، جزيرة الشاي، ودي أماكن يعني كانت موجودة في القصور الملكية وتم إنشائها تقريبا سنة 1867. مجموعة الجبلات دي أثرية جدا وهامة جدا، البناء بتاعها يعني مغطى بالشعاب المرجانية، درجة الحرارة بتاعتها ثابتة طوال العام، بتبقى حوالي 25 درجة مئوية طوال العام، يعني بتبقى الحقيقة دافية في الشتاء وفي نفس الوقت بتبقى رطبة في الصيف، فليها تصميم جميل جدا. والحقيقة يعني استغلها الفنانين العظام في فترة من فترات في الأعمال الفنية الكبيرة، ويمكن كان أشهرها كان الفنان عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه، كان يعني ليه أغنية شهيرة جدا في فوق جسم هذه الجبلية. اوعى تفكر يوم تخاصمني أو تهجرني ولو بالصدفة، وإن صدفة يوم ابقى صالحني ما تفوتنيش أستنى صدفة. بدأ بقى طبعا إنشاء الأماكن الأثرية فيها للحيوانات ومبايت الحيوانات، زي بيت السباع بشكله المميز، زي بيت الشمبانزي، زي بيت الدببة. طبعا في عندنا أثرين مهمين جدا، اللي هو الكوبري المعلق، وده يعني كوبري هزاز بيربط بين جبلين زراعيين فيهم مجموعة من الأشجار النادرة، والكوبري ده حقيقة بيتيح شكل أو يعني رؤية علوية للمكان، بيعمل متعة للزائرين. الكوبري عمله المهندس جوستاف إيفيل اللي عمل برج إيفيل في باريس، ويمكن اشتغل هنا في هذا الكوبري قبل بناء البرج بعشر سنين، وتم إنشاء هذا الكوبري في عام 1911. عندنا المتحف الحيواني تم إنشاؤه سنة 1911، والمتحف يعني عبارة عن ثلاث أدوار. الدور الأرضي ده بيحتوي على مجموعة نادرة جدا من الهياكل العظمية، سواء للحيوانات الكبيرة أو الحيوانات الصغيرة. الدور الثاني ده دور مهم جدا، بيحتوي على الحياة البرية في مصر، بيحتوي على بعض الزواحف الخاصة بالبيئة المصرية، زي الكوبرا المصرية، زي ما قلنا الكبش القروي، زي النمر السيناوي اللي هو انقرض من الطبيعة موجود عندنا في الحديقة، موجود بعض التماسيح النيلية بتحنيط فرعوني، والتحنيط الفرعوني ده بيبقى موميا كاملة. أيضا الدور الثالث بيحتوي على مجموعة نادرة من الطيور بألوانها الزاهية ومختلف ألوانها، وموجودة الحقيقة بتنسيق رائع.